تأمرني؟ أنا عايز حق الراجل ده. لا مش ده طبعا. راضي. إذا كان الراجل نفسه ساب حقه ومشي. علشان يعيني مصري، لكن أنا مواطن أمريكي، أوكي؟ وعايز أخد له حقه عشان هو ما عملش حاجة. يعني أنت بتهددني عشان أنت مواطن أمريكي وباسبورك حميك ومحدش يقدر يلمسك. يا أوكي، إكزاكتلي بالظبط كده. أوكي، أنا بهددكوا علشان أنا مواطن أمريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني، أوكي؟ طيب ممكن تقولي الكلام ده في الميكروفون عشان العساكر تخاف منك. أوكي. اوكي انا مواطن امريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني. اوكي شفتي خافوا ازاي؟ حضرتك امريكاني؟ ايوه يا سيدي. ايوه قلت انا امريكاني وماي باسبورت ده حميني ومحدش يقدر يلمسني. اوكي واقول لك حاجه كمان، واقدر ادي اي حد بالجزمه. اوكي ايه السخونيه دي؟ ايه الهوا ده؟ يس ايوه كده يا رجاله صح، انتوا صح، انتوا لازم تعبروا عن رايكم وتعملوا مظاهرات صح، ولازم تاخدوا حقكم. قوي برضو يعني امريكاني بقى. نو لا استنى، ده ماي باسبور هو اللي امريكاني يا، انما انا مصري يا، انا مصري عادي. بص اهو، حتى بص مصري ده كمان اسمي مصري، وانا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري. لا يا بص عليا، وماي باسبور ده مش حميني اوكي، واي حد عادي ممكن يديني بالجزمه عادي خالص صدقني. انا كمان حتى اكتر اغنيه انا بحبها بتاعت نازلي عجرم، عارفها دي اللي بتقول انا مصري وابويا مصري؟ كمان مش حافظ اغنيه الفنانه نانسي عجرم؟ والله حافظها، والله حافظها. لا انت ازاي تعمل كده؟ انت وطي عشان تاخده يا امريكاني. My money, my fucking passport, cell phone. Oh my God.